هو ده، ما تقول لي خش بدل ما نضيع رصيدي على الفاضي. جاي تقابلني في كافيه؟ اه يا عم، ايه المشكله ده؟ وعمال اكلمك ما بتردش عليا. ما انا رديت في الاخر، عايز ايه؟ رديت ايه ده؟ ايه الموبايل ده؟ اه شفت الموبايل ده، حلو قوي. بص تعمل كده تيجي صوره، تعمل كده تيجي صوره تانية، تعمل كده تيجي صوره، تعمل كده صوره تانية. بص ده جبته منين ده؟ كسبته في كيس شيبسي. يا عم بقول لك ايه، انا يلا نمشي، يلا نمشي. لا نمشي فين يا عم؟ بص الكافيه حلو والله. يا عم بلاش الكافيهات دي، اسعارها غاليه وانا ماليش في الدفع. مفيش الكلام ده، هنقعد هنا. مش الكافيهات دي اللي بيجي واحد ببدله بيقول لك تشرب ايه اول ما تقعد؟ اه بس اذا كان هو لابس بدله الحساب هيبقى كام؟ لا بلاش. اسمع يا عم، اسمع مني انت، هنا كافيه رخيص قشطه. تعال نروح قهوه عم زقله، المشاريب برايقه. لا مفيش زقله، هنقعد يا عم هنا. اخر مره قعدت في كافيه الراجل جاب لي المنيو. طب عدينا بافيلو وعديناها، ايه المنو ده؟ يا عم اللي هو بيبقى صفحة ابيض واسود اللي هو احنا بنقعد نلون ده. انا لقيت رسمة عجبتني، قلت له هات لي دي، طلعت بيتزا. قلت له بكام البيتزا دي؟ قال لي ب 30 جنيه، وانا بقى تنك قوي. برنس. قلت له هات لي البيتزا دي. قال لي اجيبها لك فاست كرافس. قلت له يا ريت، ولو في بقدونس حط مع الكرافس. المهم استمتع وانا باكل. بص مش مهم الفلوس، المهم تتكيف. قال لي تحب حضرتك اجيبها لك اطراف سوسيس؟ قلت له هات ان شاء الله اطراف صناعية. بقول له كام الحساب؟ قال لي 300 جنيه. شفت؟ شفت كانت ب 30 جنيه حط لي شويه هبل بقت 300. لا ما احنا هنا مش هنحط حاجه بقى، احنا هنا نطلب حاجه حنينه، نطلب شاي. شاي؟ حلو الشاي رخيص ده. اه رخيص، حاجه حنينه كده. بس ماشي. بس نطلبه فتله. كده سعره هيزيد. لا مش هيزيد ولا حاجه، افهم بقى انت مش فاهم الموضوع. احنا هنشرب الشاي، بعد ما نشرب الشاي ناخد الفتله نعمل لك وشك نروق لك الموضوع. حلو ده، انت اقتصادي قوي. امال ايه؟ افهم. يلا بينا. ونحط على الشاي بقى ايه؟ نعناع. ماشي. وقرنفل. انا حاسس ان حادثه البيتزا هتتكرر. هو قاعد يقول لي زيك هروقك واحط لك عليه الحاجات الغريبه دي. ما تقلقش يا ابني، لا مفيش الكلام. بص انا عندي فكره احسن. احنا الراجل ده يجي السنتيح ده اللي هو الرخم اللي بيجي يقول لك تشربوا ايه، اول ما يجي يقول لنا كده اقول له يا ابني انت مجنون، مش شايفنا مش فاضيين وبتاع، غور في 60 داهيه. ماشي. فيغور واقول له عدي علينا بكره. بكره كتير، عدي عليك كمان ساعه، كمان ساعه. ماشي. بس احنا نستنى اي حد يعبرنا بقى ان شاء الله. حد يجي صباح الخير يا فندم. بس الرخم جه. صباح الزفت عليك. تشرب ايه حضرتك يا فندم؟ ايه ده لازم اشرب يعني؟ انا لسه جاي يا ابني، انت مجنون. احنا في عشاء عمل. عشاء عمل ايه ده؟ احنا الساعه 11 الصبح. 11 الصبح. احنا مطبقين، هنتعشى دلوقتي وننام. طب يعني حضرتك تطلب ايه؟ ما ينفعش والله تقعد من غير ما تطلب. ده رخم بجد. انا اطلب يعني؟ اطلب المسؤول يا بيه. ليه حضرتك مسؤول؟ ده انا لسه ما استفتحتش والله. هم بيزعقوا يقولوا هات المسؤول. أيوة. ده بيخاف. اروح هات المسؤول. يلا يا فندم ظلم والله العظيم. ليه مسؤول؟ ما عملتش حاجه. ده بقول لحضرتك تطلب. صعب عليا، صعب عليا. خلاص خلاص، عايز ايه حضرتك؟ تطلب ايه؟ ما يا ابني طلبت المسؤول. بص هات لي واحد مسؤول. وانا كمان عايز المسؤول. يبقى خليهم اتنين مسؤول وهات شاليمو معاه. شاليمو واحد، انا اشرب من المسؤول على طول. ده مجانين دول ولا ايه؟ يا رب الاقي مسؤول ساعة في الثلاجه. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. شكرا. شوف 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 الراجل رحب بيا ازاي. لا واحترمنا. شاف شكلي قال لي الجزم. بص الحمد لله بنورك في كل مكان. تعال نقعد على الاريكه. يلا تعال. يلا يا انت بقى جايبني الكافيه، اتخانقت مع مدير الشركه وجيت جايبني الكافيه ده ليه؟ حوار جامد بقى. خير حوار؟ انت مش فاهم الحوار جامد قد ايه. الفرح. عارف الاكونت اللي انا عامله على الفيسبوك؟ اللي هو حلاوه بزياده. حلاوه بزياده. هو ده. بكلم واحده من عليه. فورتيكا بقى. بجد والله فورتيكا. حاطه صورها بقى والجو. اوعى. لا مش حاطه صورها. يبقى سيبها. لا 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 اسمع مني، انا خبره في الفيس. ليه يا ابني؟ قعدت اكلم واحده 3 سنين وصور وهم، قابلتها طلعت اوحش مني. مفيش الكلام ده، مفيش اوحش منك يا صاحبي. والله في يا عم. دي بقول لك شايله 3 سنان وحوله مكتوب هنا كافر. يا عم وحش، اسمع مني والله شكلها مريب. بص انت، طب هي اسمها ايه؟ اسمها كان اسمها الاكونت بتاعها. اسمه ايه؟ ايه؟ قشطه بالعسل. اسمه قشطه بالعسل؟ ايوه. بس انت حلاوه وهي قشطه، هتتقابلوا فين؟ في الملكي. يا ابن اللعيبه. بقول لك إيه؟ طب هي هتيجي هتعرفها ازاي؟ هتخش هتلاقيني قاعد. تقول لي بقى انت حلاوه، انا اقول لها انت قشطه، تقول لي بس. حلو قوي. طب وانت جايبني معاك بقى ليه ان شاء الله؟ ما خليك معايا عشان انا بتكسف وحط امك. يا ابني بتتكسف؟ انت مش متجوز؟ متجوز بس بتكسف. يعني انت ما خلفتش عيال؟ ما خلفتش. لا ما خلفتش، ما انا متجوز بنت عمي. ايوه ايه العلاقه يعني؟ ما اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، وانا بتكسف.
طب ما تطلعها يمكن تاخدوا على بعض شويه. والله فكرت بس ما قدرتش. يعني انت جايب معاك الواد الشقي يظبط لك الدنيا. بالظبط، خليك معايا وانا حات امك بكسر. افهم بقى، لو جت شافتنا جنب بعض مش هتلغيك، انا اقعد لوحدي وانت لوحدك، اكننا ما نعرفش بعض. ماشي. انا هعمل باشا هناك، بص الباشوات، بص بص الباشا. بص بدله من زاره دي، وده حبل سناره جايبه معاك. بص احنا ما نعرفش بعض خالص، اقعد بس ما تعرفنيش. صدق الواد ليه حق، ليه حق يدخل يقول لنا احنا خدامين الجزم. يا عم تشابه جزم مفيش حاجه. بقول لك بص بقى احنا ما نعرفش بعض، اختبرك. أيوة. يلا ماشي. يلا اختبرك لو سمحت يا. ايوه يا خالد. خالد ايه يا ابني؟ ما نعرفش بعض. طب انا خالص خالص يعني. يلا ماشي لو سمحت يا. ايوه. هي الساعه كام؟ انت متاخر يا خالد ولا ايه؟ خليك معايا. يلا انت غبي. بص اقول لك لو سمحت ما تردش عليا. خلاص بس بس بص الناحيه الثانيه وصفر. صفر. قول لي قول لي لو سمحت. لو سمحت مش هرد عليك. بس صفر. يلا اوف بقى يا ربي اوف. ايه ده ساعه عشان اركن؟ مش معقول. دي قشطه عشان اركن؟ مش معقول يا رب بس ما يتاخرش. دي قشطه قوي. ايوه يلا 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 لغيها لغيها. يلا لغيها. ايه لغيها ازاي يا عم؟ ازاي؟ اقول اي حاجه بس. لطيفه قوي افندم. لا مفيش حاجه، ده انا بقول اي كلام ما تاخديش في بالك. دوري. يلا هي قالت لك اهي. قالت لي. قالت لي دون وري. ايوه هي المفروض تقول لك ايه؟ تقول لي انا حلاوه. المفروض تقول لك ان هي قشطه وانت حلاوه. أيوة. هي قالت لك دون وري ده نوع القشطه. قوم انت قول لها رشيد الميزان. افهم بقى الغاز دي انا فاهمها. قوم بس، ده انتوا مش اشقيه ليه يا جدعان؟ يا عم ما تضيعش الفورتيكه مننا. قوم بس قول لها رشيد الميزان ابو نص جنيه. قوم. لا يا عم لا بكسر. طب قول لها علبه. قول اي حاجه يا عم. مكسوف انا. عايز تلغيها؟ أيوة. مش انت حلاوه وهي قشطه؟ اه. هات سندوتش وافتحه. لا ما تيجي. يا عم لا. لا. طب بص هي واخده بالها ان احنا كده نعرف بعض. احنا ما نعرفش بعض. احنا ما نعرفش بعض. بس بص هناك ما نعرفش بعض خالص. صفر صفر. ايه ده انتوا قاعدين بعيد عن بعض ليه يا جدعان؟ ده انتوا حبايب. طب عليا الطلاق ما همشي غير لما تحضنوا بعض. هي كبرت في مخك. بس اسكت بقى. ايه يا فندم في ايه؟ احنا ما نعرفش بعض. ما تعرفوش ايه ده؟ انت اول ما دخلت خدتوا بعض حضن مطران. ما فيش الكلام دي معرفه سطحيه كده يا ابني. وطي صوتك وطي صوتك ما تفضحناش. وطي صوتك ايه يا فندم؟ والله تعرفوا. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك الف شكر. ثانيه واحده اشوف الانسه. الله انتوا مش كنتوا قاعدين جنب بعض هنا من شويه؟ سبتوا بعض ليه؟ عشان الموزه. بس بلا موزه بلا بتاع. ما تقولوا الحقيقه يا كذابين. يا كذابين مش عايزين تقولوا الحق ابدا. ما نعرفش بعض. ايوه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. لا ارمي المنيو ده كذب كله، ما عندناش الحاجات دي. ارمي المنيو واطلبي حضرتك يا فندم. طب عايز اي عصير فريش بعد اذنك. عصير فريش؟ ده انت جيتي في ملعبنا بقى، ده احنا بتوع العصير الفريش. سلام يا فندم. لو سمحت. أيوه؟ المناديل دي بردت، يا ريت تجيب لي واحده ثانيه. بس عايز امسح صدري بس. يلا اتفضل يا بيه. خدامين الجزم يا فندم. ما خلاص يا عم الشراب عرفنا.